مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مهلبية العسل. عنا لتر حليب، 300 ميلي كريمة سائلة او دبل كريم، نص كوب عسل، نشا، ملعقة طعم، ما زهر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط النشا، كمان بحط العسل، بحركن منيح على الغاز ليشتد المزيج. بس بلشت المهلبية تشتد بهذا الشكل، هلأ بحط فوقها الكريمة. ماء الزهر. بحركن منيح مع بعض. بس نخلطه منيح، هلأ بحطهم بكاسات. بسم الله. بعد ما حطيتهم بالكاسات هلأ بتركن يبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بزينهم أنا وياكن. بعد ما بردوا بحرارة الغرفة عنا فستق حلبي ولوز، هنزينهم مع بعض. بعد ما زينتهم فيني احطهم بالبراد، واذا بدي بحطهم بالبراد وقبل التقديم بزينهم. هيدي مهلبية العسل اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.